الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هنيئا لنا هذا الغيث من البركات والأجور. إنها أفضل أيام الدنيا، أيام عشر من ذي الحجة، أقسم بها الجليل ولا يقسم إلا على عظيم. والفجر وليال عشر، أيام قال فيها حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد. ثم أوصانا بكثرة التكبير والتحميد والتهليل، أوصانا أن نجعل أنفاسنا تكبيرا وتهليلا، وممشانا وفرشنا وكل أحوالنا. هذه الأيام العظيمة فرصة للاستزادة من العمل الصالح بكل أنواع العبادة، وأعظم ما يعتنى به الصلاة فرضا ونفلا. فاستكثروا من صلاة الضحى وصلاة الوتر وغيرها من النوافل. روي عن ابن عباس أنه قال: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، يعني قيام الليل تعجبه العبادة، ومنها الصوم والصدقة والأضحية وأعمال البر والإحسان والكف عن المحرمات، كف اللسان عن الغيبة، كذا كف الجوارح عن الحرام والنظر والسماع للمحرمات، وكذا الحج، وهو أفضل عمل في هذه الأيام لأنه يجمع أمهات العبادات. أما يوم عرفة فخير يوم طلعت فيه الشمس، وما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر من ذلك اليوم لما يرى من تنزل الرحمات. وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر من ذلك اليوم، وإنه والله لمن الحرمان أن يهبك المولى فرص وتضيعها. جددوا نواياكم واستعينوا بربكم، واعلموا يا معشر من اعتصر قلبه لأنه لن يكون مع الحجيج، إن هذه الأيام جبر من الله لك لتدرك ما يدرك الحاج، فرب حاج بقلبه سبق من حج ببدنه ولم يحج قلبه. اللهم بلغنا يا حي يا قيوم، واجعلنا يا ربي ممن فاز في هذه الأيام، واجعلنا ممن طهرت قلبه وجعلته صفحة بيضاء نقية. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد.